يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاث خصال، من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. يبقى أول واحدة فيهم إيه؟ الإنصاف من نفسك. الإنصاف إنك تقول الحق حتى لو على نفسك، حتى لو على أقرب الناس إليك، ده الإنصاف. لكن في الواقع يعني حتى مع الأوطان، يعني مش بس مع الأشخاص، بتجد بعض منا وبعض من شبابنا تجدهم لا ينصفون أو لا ينصفون أوطانهم، تجدهم مفتونين بالعالم الغربي، بالحضارة الأوروبية، بالحضارة الغربية، يذكرون كل محاسنها ويتغنون بكل ما فيها من جمال. هذا حق، يعني فيها محاسن، فيها جمال، فيها أخلاقيات، فيها قيم عالية، خاصة قيم العمل والإنجاز والتقدم والتحضر والأخذ بالعلوم والسير في ركاب العلماء وإلى آخر، كل هذه حسنات. فإذا تحدث عن وطنه لا يذكر شيئا حسنا، إنما لا يذكر من وطنه إلا كل نقيصة. فإذا ذكر وطنه ذكر أكوام القمامة، ذكر سلوكيات معيبة من بعض الناس، ذكر بعض التخلف الذي يتحلى أو يتميز به بعض الناس، ذكر كذا ذكر كذا، بحث عن كل نقيصة وألصقها بوطنه. أما حسنات وطنه لا يراها ولا يسمع عنها، وإذا سمع عنها شوهها. فإذا قلت له نحن بلد أو وطن ذكر في كتاب الله، وطن أحبه رسول الله، وطن في جيناته حضارة كامنة، وطن فيه أخلاقيات رفيعة لا يضيرها، أن بعض الناس من أهل هذا الوطن تخلوا عنها في لحظات ما، إنما لدينا أخلاقيات، لدينا مبادئ، لدينا قيم، لدينا ديانة، لدينا اتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والغرب كما أن لديهم قيم ومبادئ عالية ورفيعة يعيشون بها في هذه الحياة، أيضا لديهم مسالب ولديهم نقائص ولديهم تحلل ولديهم إباحية ولديهم شذوذ ولديهم 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 ولديهم، لو شئت لقلت. إنما المنصف كما يذكر الحسنات يذكر السيئات، كما يبحث عن النقائص يبحث عن الحسنات ويتحدث عنها ويظهرها، فإن كانت سيئة أو نقيصة في صاحبه أو في جاره أو في وطنه حاول إصلاحها، أو لم يتحدث عنها حتى لا تنتشر بين الناس ولا تشوه صورة هذا الوطن أمام الجميع. إذن فالإنصاف لا يكون فقط مع الأشخاص أو بين الأشخاص، أيضا في تعامل الناس مع أوطانهم، في تعامل الناس مع أوطانهم، كن منصفا لوطنك. وهذا يعني فوق أنه من صفات المتقين، وأيضا من أصحاب الأخلاق والمبادئ العالية، هو من أصحاب الإكرام ومن أخلاق الأحرار. الإنسان الحر تراه لا ينتقص وطنه، بل يتغزل في وطنه أيا ما كان، وأيا ما كان وضعه في هذا الوطن.